Hello guys, welcome back to my channel. شلونكم؟ إن شاء الله تكونون زينين. اليوم رح أسوي لكم فلوج طلبتوا مني هواية على المشتريات مال البيبي. طبعاً أنا اشتريت نص الأشياء وهسه دا أكمل النص الثاني، فرح أخذكم وياي. رح يكون فلوج عبارة عن أشياء بس للبيبي، فإن شاء الله تتونسون. إذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسون تسووا لي لايك سبسكرايب وشير. طبعاً أنا أكثر بني آدم متأخر بالأشياء اللي لازم أشتريها، لأنه literally هذا الشهر يعني any day ممكن أجيب. لا تنسون تفعلون الجرس، ولأنه ما أعرف شو كنت راح أجيب وأنزل لكم الفلوج مال الولادة. طبعاً راح أعتمد على عمري صوراً، فإن شاء الله هو قدامي إن شاء الله يكون تصويره زين. الجو خرافي اليوم، كلش كلش حلو وشمس. طبعا مو اني دا اسوق لانه بعد قمت ما اسوق، بس ماما دا تسوق، بس ما تقبل تطلع وياي. ماما تري شفتي تقولي ما عندي شغل وعمل اطلع وياي. هاي ليش خليتي التميز هنا؟ شو تسوي؟ خلينا نرجع نشيل. anyways هاي جيراننا الجداد، هاي جيراني الجداد. شنو جداد؟ اي جداد يعني. ها لا هذول اللي راح يروحون هم زين. هذول اهل الكلب، الكلب مالتهم كل شويه قامت على بيتنا ويجون يدورون عليه. هم زين راح يروح. اوه كلبهم خلصنا منهم. لا تعلقون على وساخة السيارة بليز. سو اجينا ايكيا. اهم شيء سو هاي التشينجينج تيبل اللي انا جبتها، بس اكيد مو بينك. جبت كل شيء وايت. لا مو تشينجينج، هذا البد اللي انا جبته. هاي التشينجينج تيبل اللي انا جبتها ها صح، وجبت هاي الزولية. كل شيء اشتريته جراي باي ذا واي وايت. سو جايز طبعا خطية البيبي كل شيء عنده راح يكون هذا اللون، سكني وحتى هاي سكني وابيض. كل الغرفه مالته راح تكون كلش كلش سمبل. اشتريت هذا اللحاف همينا وياه، راح تكون كلش كلش سمبل لانه اريد اشتري له الغرفه اللي هو يريدها لما يعني عمره سنتين او ثلاثه حتى يقول لي شنو يريد، فما اريد اتعب على هاي الغرفه وبعدين اغيرها. فيا صراحه اجيب له بطانيه. راويتكم الاشياء اللي اني اشتريتها. هذا مالته الفراش، هاي التشينجينج تيبل، هاي التشينجينج تيبل وهاي بطانيته. لما اخلص الغرفه راح اراويكم كل شيء، بس يعني من هسه اقول لكم راح تكون كلها بيضه وسكني، فما اعرف اذا راح تحبوها او لا. فاينالي خلصنا من ايكيا. ايكيا كان يعني مأساة، لازم تتلفون كل ايكيا على مود تريدون تشترون شيء. هسه اجينا على مكان كلش حلو اسمه ما اعرف شلون اقول اسمه لانه بالفرنش، بس اسمه هوم سوسايتي.
اريد اراوي الماما لان كلش اشياء حلوه، بس هو ما الاثاث ما عنده اشياء لا البيبيز ولا anything else. فخلينا ننزل ورح نشرب قهوه لانه الجو حلو. اوبسيز. وين كمامتي؟ ما اعرف وين كمامتي. وانسك هذا هو المكان. بي قاعدة برا بس ما اعرف اذا رح يقبلونا نقعد برا او لا. بالمكان مال الاثاث، مكان مال كافي. سو كيوت، شوفوا ايش قد حلو. جينا قعدنا نشرب قهوة وناكل فتشي. الفتشي كلش طيب بس القهوة تلعب النفس كلش باردة. ماما تقول مال اروح اضربها براسها. فيعني كنا متحمسين للقهوة بس هسه not anymore. anyways هسه راح نروح مكان كلش حلو فراح اصور لكم بس اوصل. خلصنا اشياء البيبي. ما اعرف ها اشتريت له كم شيء. هسه نحن مكان مع الهدوم اشتريت له كم شيء بس ارجع البيت اراويكم اياهم. سو تركنا الشوبينج مال البيبي واجينا ابل بيكينج. مكان مثل مزرعه. اني ومن من 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 ميا انتي هاي هي هاي. ابل بيكينج اللي هو نجيب تفاح ونعبيها بهذول الاكياس بعدين ندفع شنو اسمه ندفع السعر مالتها. فا اي هوب يو انجوي ات. خليني اراويكم شلون راح يجون ياخذونا مثل بالتراك وراها يحطونا بالمكان اللي لازم نقطع منه التفاح. هاي اسمعي راح التفاح اللي بالقاع is unbelievable. شوفوا ايش قد اكو تفاح بالقاع. كوما كوما تفاح. شو راويني؟ هاي زينة. هاي زينة اكيد. شوفينا اياها وينها زينة. شوفينا اياها زميها. شوفيني اياها. شوف هاي زينة. اشوف اي كلش زينة هاي. اي صدق هاي زينة. ميان باعي هاي زينة بس باعي علي. هلو هلو. سو هسه رح اراويكم الاشياء اللي اشتريتها. طبعا don't judge me بس اني اشياء كلها اللي اشتريتها like cute واشياء مثل overalls واشياء يعني هيجي كلش مال انه سبورتي وانه مو مال طلعه ابدا. كلش اكره البيبيز الصغار. هذا اني يعني بس ما احب البيبيز الصغار يكونوا لابسين مثلا جينز او انه سبيشلي اذا ما يمشون كلش صغار او انه مثلا قمصان وهاي الاشياء. فكل الاشياء اللي جبتها very very simple راح اراويكم اياها. وراح اراويكم اكو عندي 2 options ما اعرف شنو البسه اول يوم. فاريدكم تختارون وياي فوت جوا شنو. عندي 2 اشتريت شيئين ما اعرف يا واحد رح البسه يا اول شيء. واحد مكتوب welcome to the world. خليني اراويكم اياه. هذا welcome to the world. it's very very هيجي عادي ما بي شيء. وهاي الكاب مالته. طبعا انا رح اراويكم اليوم الاشياء اللي اشتريتها وكلش حابتها. ورح اسوي لكم فيديو ورا ما اجيب اراويكم الاشياء اللي صدق استفاديت منها. كنت مريدت اسوي هسه قلت اصلا ما اعرف شنو الاشياء اللي صدق احتاجيتها واستعملتها والاشياء اللي اشتريتها وما استعملتها. فرح اراويكم الاشياء اللي اشتريتها مال like مثل هدوم. سو هذا اول واحد welcome to the world ويا شفقه. اتس سو سمبل. كلش احب الولد يلبسون ابيض. البنات اوف كورس كلها بينك راح يكون.
إذا صار عندي بنية ليتر. والثاني هذا عليه مثل تشوفوا مثل شن اسمه تشلب هذا أو لا تيدي بير هيك سو ما أعرف يا هذا يا هذا الحلب سيئة. خليني أراويكم الأشياء الثانية اللي أنا كلش كلش حسيتها كيوت. شوفوا هذا طبعا أنا ما كنت أريد أشتري أزرق بس ماما خلتني أشتري كله تيدي بيرز and stuff. حبيت الشفقة بها هيجين. It's kind of cute. هذا ثاني شيء اشتريته للبيبي. ثالث actually. شوفوا هذا it's so cute. كلش كلش cute. By the way يعني عندي أروح أشوف أشياء البنات كلها like كوما 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 أشياء أشياء الولد literally section هالقد ويا دوبي أشياء يعني بس هاي الأشياء اللي شفتها كلش حبيتها. so هذا واحد من ال overall. حلو شوفوا it's Nike هيجي وهذا البنطلون مالته شوفوا قد صغير like It's so small. okay, so اكو عندكم هاي كلش حابه البيجامات اللي تكون هيجي كلش عبالك يعني ماخذ الموضوع جدي تبع البيجامات كلها جبتها بها رجلين لانه طبعا احنا شتاء سو هذا همينا عليه زرافه هذا نفس الستايل همينا مال هذاك وهمينا بي كاب والكاب بيها هاي عليه lions and sunshine أنا عبالي sunshine بس طلع lion وهذول الشيئين الوحيدين اللي إذا حب يطلع راح ألبسها إياه اللي هو هذا هيجي شوفوا الياخة مالته it's so cute قلت هذا بس شوية يكبر راح ألبسها إياه وهذا همينه هو يعني أنا ما مقرر أطلع أي مكان أول كم شهر لأنه صراحة كلش صغير وباردة وكورونا وأني أصلا ما ملقحة فبس يعني إذا قررت أطلع هذا عنده لبستين بس شفتوا يعني حتى ملابس الطلعة أريدهم هيجي like إنه مثل يعني ردتهم مو أريدهم ردتهم إنه very simple and casual وهذا همينه شوفوا هذا مين كلش حبيته هذا مال نيو بورن سو هاي هي الاشياء اللي انا كلش كلش حبتها اكو اشياء ثانيه بس يعني حبيتها بس مو هوايه لانه ما صار عندي مجال هوايه اروح يعني اجيب اغراض بعد بس خلصت كل الاشياء الاساسيه اللي لازم تكون عندي ف ان شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الفيديو واكيد اكيد اكيد راح اسوي لكم فيديو الاشياء اول شيء راح اسوي لكم فيديو على الغرفه مالته مثل ما قلت لكم الغرفه مالته راح تكون كلها بيضة وسكني فما راح يكون يعني العاب واشياء قلت بس يكبر اسوي له وحده اللي هو يريدها والالعاب اللي يريدها بس ثاني شيء ثاني فيديو اريد انزل لكم اياه على الاشياء اللي صدق استفدت منها واشتريتها واستفدت منها والاشياء اللي ما استفدت منها فستي توند واذا هذا اول فيديو تشوفوه اللي حبيتوه don't forget to like and share and subscribe and I love you all وبس اشوفكم على الفيديو الجاي love you